يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال ومتابعين برنامجي وبرنامجكم بدايتك مع هبة. بما ان النهاردة اول حلقة في بدايتك مع هبة، عايزين بداية ان شاء الله تكون قوية جدا بتشجيعكم لينا طبعا وقفكم جنبنا. بما ان كمان لكل هدف عايزين نحققه لازم يكون في بلان كويس، ولازم تكون بدايته قوية بعد البلان اللي بنحطها علشان نقدر نوصل في نهاية البداية دي للطريق اللي احنا عايزين نحققه او الهدف اللي احنا عايزين نحققه. تعالوا بقى النهاردة نشوف ضيفة حلقتنا ازاي بدأت وامتى بدأت وليه المجال ده خاصة حبت ان هي تبدأ فيه او تشتغل فيه، ونشوف بدايتها النهاردة ونكمل معاها الطريق ان شاء الله لطريق نجاحها. معايا ومعاكم النهارده استاذه منى محمد، ميك اب ارتست وصاحبه البيوتي سنتر الملكه منى. مساء الخير يا منى. مساء النور يا هبه، وشكرا على الضيافه الجميله دي. حبيبتي تسلمي يا رب، تسلمي منوراني حبيبه قلبي. نورك يا قلبي. في الاول بقى عايزاكي تعرفي نفسك كده للمشاهدين اكتر. انا منى محمد، ميك اب ارتست، عندي بيوتي سنتر في الفيوم. تمام. بيوتي سنتر متكامل، ميك اب ارتست واخصائيه بشره. تمام يا قلبي. طيب قولي لي بقى ليه الطريق ده بالاخص او المجال ده بالاخص اخترتي ان انت تبداي فيه، ومن امتى وايه الموقف مثلا اللي حصل خليكي تختاري المجال ده؟ بصي، هو اول حاجه انا بادئه الموضوع ده من امتى، يعني من زي 7 سنين كده فاتوا. ما شاء الله. تمام. اخترت المجال ده، انا بحب اصلا الميك اب. تمام. وخدته هوايه. تمام. فبعد كده بقى اتطور معايا بايه، بمهنه. تمام. و بس بدات اطور نفسي بقى فيه، وميك اب ارتست وكذا لوك وكده. طيب بما انك بقى بتحبي المجال ده، قولي لي اللي انت وصلت ليه دلوقتي. تمام. ده علشان خاطر مثلا انت بتحبي المجال فده هوايه فانت نميتيها بنفسك، ولا اخدتي كورسز مثلا يعني ظبطت معاكي الموضوع اكتر؟ بصي، هو مش كل التعليم اللي بيديكي الحاجه اللي بتوصلي بيها، يعني انت تمام. ممكن تكوني متعلمه حاجه بتحطيها في مكانها بس، بالزبط. لكن لما تكوني انت غاويه الحاجه او بتحبي الحاجه هتبدعي فيها طبعا، بتبدعي فيها اكيد. فيعني ما ينفعش ان انا اروح اتعلم او اخد مثلا كورس ميك اب ارتست اتعلم لي لوك او 2 او 3 واطبقهم تمام. على كل انواع البشره. اكيد. لازم يكون داخليا عندك هوايه وعندك فن في الميك اب، بحيث ان انت تقدري تطوري من نفسك تمام. في كل المراحل، يعني ما تقفيش على حاجه معينه. بالظبط، صحيح. طيب. طيب دلوقتي بقى لو حد حابب يتواصل معاكي قولي لنا يعني يوصلك ازاي باسرع الطريقه، او مثلا بصي طريقه سهله. طريقه سهله، يعمل سيرش على النت او جوجل. تمام. بيوتي سنتر واتيليه الملكه منى، بس بيبقى تمام. فيه العنوان والارقام التليفون وكل حاجه. حلوة قوي. طيب عايزين نعرف برضو حاجه، لو دلوقتي انا عندي ميك اب ارتست مبتدئه، تمام، تنصحيها يكون في الشنطه بتاعتها ايه كبدايه؟ كبدايه، تمام. بصي، طالما البدايه صح تمام هتوصلي. تمام. يعني ما ينفعش ابدا بحاجه صغيره او حاجه على قدي، تمام، بالذات في شغل الميك اب. لازم نجيب حاجات هاي اند، حاجات تمام. براند، علشان تبين شغلي. تمام. فبنصح اي واحده اول حاجه تكون عندها، تكون عارفه انواع البشره، تمام، عشان تقدر تشتغل الموديل او العروسه اللي قدامها وتطلع نتيجه يعني مبهره، لان بالزبط. ده يوم مش بيتكرر مرتين. ايوه ده حقيقي فعلا. يعني انا عروسه لازم ابقى طالعه يعني واو. ايوه بالظبط. احسن من انا متوقعه، فلازم تمام. اللي قدامي تبقى فاهمه انا بشرتي ايه فتشتغل تمام. عليها. تمام. حلو يبقى قوي. اول حاجه معاها مرطب للبشره. تمام. وافضل ان هي يعني طالما مبتدئه ما تجيبش مثلا بشره جافه وبشره دهنيه وبشره مختلطه، حاجه مثلا تناسب ممكن 3 انواع للبشره. ممكن تمام. تجيب حاجه واحده تناسب كل انواع البشره. حلوه قوي. يعني انا ذات نفسي ممكن شغاله بكيوبي. تمام. وكلينيك حلو. حلو جدا وبيمشي معايا على كل انواع البشره، ده حلو ده. مرتب حلو جدا وتمنه حلو. تمام. حاجه هاي اند يعني حلوه ممتازه. تمام. وكمان يبقى معاها برايمر.
انا بستخدم مثلا، هو في انواع كتير يعني تمام، قولي لنا كتير. حاجه بصي تبقى تمام وتناسب برضو كل انواع البشره، علشان برضو هي معلش بصي لسه مبتدئه، فمش هينفع ان هي تبدا بليفل عالي قوي، فاهمه طيب، هو قصدي؟ ميك اب فورفر حلو قوي، تمام ولوريال تمام وبرافيت حلو. بصي التلاتة دول في البرايمر حاجة يعني فوق الوصف. تمام حلو قوي. ممكن عايزة بقى تبدأ بحاجات أقل، ممكن تجيب ماك، ممكن تجيب بيبي سكين، يعني في كذا حاجة بقى، مش عايزة يعني مش عايزة أسمي حاجات يعني. تمام طيب، ده بالنسبة للميك اب ارتست. تمام طيب، ولو عايزة برضو أسماء فونديشن يعني برضو حاجة هاي اند تبين شغلك، ممكن تمام كات فوندي حلو، تمام وماركة كورولاند، حلو قوي. في ميك اب فورفر الترا اتش بي ده حلو جدا، الكواليتي بتاعه يعني التغطية بتاعته عالية عالي. جدا. فلو البشرة فيها اي دفو اي حاجة ف هتداري. طبيعي. تمام طيب، دلوقتي ده بالنسبة للميك اب ارتست. تمام، خلينا بقى في حد عايز يعمل لوك يومي. تمام، بنت مثلا رايحة الجامعة، حد بينزل شغله كل يوم، حاجة يكون الكوفر بتاعها مش عالي قوي علشان ما يبقاش الشكل اوفر، وفي نفس الوقت يبان شكلها حلو. بصي، هو انا مش بفضل لو انا يعني بنزل كل يوم، انا مش تمام بفضل احط ميك اب. يعني الاساسيات ان انا اهتم ببشرتي، تمام يعني اجيب غسول كويس، اجيب مثلا كريم مرطب كويس، تمام احسن من ان انا احط ميك اب ميك اب ميك اب. الحاجات دي ممكن بيبقى ليها، لو انا مش بستعملها صح بيبقى ليها اضرار أضرار كتير جانبية. جدا على البشرة طبعا. فيعني انا مثلا لو بشرتي مثلا دهنية وجايبة غسول كويس، جايبة حاجة كويسة لبشرتي، مش هحتاج يعني ايه ميك اب كل يوم. بالظبط. وبرضو لو انا بحب احط ميك اب، ما بحبش اطلع مثلا بدون ميك اب رايحة الجامعة او خارجة او كده، ممكن اجيب مثلا ترطيب عادي خالص، ممكن اجيب بنسونول اللي هو من الصيدلية ده عادي، ده تمام ترطيب. ممكن مثلا لو واحدة متابعة مع دكتور او اي حاجة، تمام ممكن تجيب مثلا تقول للدكتوره مثلا انا بشرتي كذا، فيديها واقي شمس. واقي الشمس ده طبيعي ان هي تحطه قبل ما تخرج، هيمشي معاها الاثنين، هيمشي ترطيب معاها واقي وواقي. شمس ويمشي معاها ترطيب، لان انا تمام لما حلو قوي. بختار واقي شمس لازم انا اختار نسبه الترطيب فيه يعني كويسه، فيمشي معايا تمام الاثنين، تمام ترطيب وفي نفس الوقت ايه واقي شمس. تمام وبالنسبه للبريمر يعني بيبي سكين ده في كل حته وتمنه حلو تمام جدا. حلو قوي. ممكن فيت، انا بحب فيت جدا، يعني في بنات كتير بتيجي تاخده وبتستعمله استعمال يومي. تمام. تمام طيب، دلوقتي برضو عايزة اقولك على حاجة، يعني انا ما ينفعش ان انا اروح دلوقتي اخد الاسم اللي انتي قلتيه واروح اشتريه مثلا. تمام، لا انا طبعا لازم اكون عارفة نوع بشرتي ايه علشان اقدر اختار الحاجة المناسبة ليها اكيد طبعا. اللي تديني الشكل المناسب او الحاجة اللي انا محتاجاها. تمام كده، دلوقتي في ناس ممكن تبقى مش عارفة نوع بشرتها ايه، قوليلي نعرفها ازاي؟ بصي، هو طبيعي جدا اي واحده تعرف نوع بشرتها ايه. تمام يعني مثلا انا بشرتي بتدهن كتير، تمام مثلا بحط فونديشن بيسيح مني، فدي اكيد تبقى البشره الدهنيه، يعني لا اختلاف عليها. تمام في حاجه تانية مثلا، انا بشرتي دهنيه من عند الانف والجبين بس، دي بشره تمام مختلطه والباقي كله ناشف، فدي بشره مختلطه. تمام يعني انا بقى اقول انا بشرتي مختلطه، انا عايزه حاجه للبشره المختلطه، اذا بقى كان فونديشن او مثلا غسول. تمام البشره الجافه بقى بتحسي ان بشرته كلها ناشفه، يعني حطيت مثلا مرطب بشرتي شربته، حطيت برايمر شقق على وشي، يعني فاهماني دي طبيعه البشره الجافه. يعني تمام هي بتبقى سهله، اي بنت يعني بتعرف نوع بشرتها بسهوله. تمام طيب، دلوقتي نصيحة بقى علشان خاطر اللخبطة اللي احنا عمالين نقولها في البشرة وخاصة الجافة دي، قوليلي حاجات عادية كده ممكن روتين يومي نعمله كل يوم للاهتمام بالبشرة. بصي هقول لك حاجه، انا اولا انا مش بحب احط ميك اب كتير، تمام فاهماني يعني انا اغري روج زي ما انت شايفه كده وحاجات خفيفه كده. تمام تمام، فانا بعمل ايه، يعني اي بنت لو عايزه تحافظ على بشرتها، اي دكتور كمان بيقول كده، يعني لترين ميه. تمام، تمام
تشربي ميه كتير، بتنامي كويس 8 طيب ساعات. هستأذنك طبعا، يمنا معانا اتصال. تمام. استاذة رانيا. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، السلام. ازيك يا رانيا؟ ازيك يا استاذة هبة، اخبارك الحمد ايه؟ لله يا حبيبتي تمام منورين بخير. الشاشة كلها. تسلمي يا ربي يا حبيبة قلبي. منورة يا منون، بجد يا حبيبي انا مبسوطة بيكي جدا والله. منورة الشاشة واستاذة هبة، منورة الشاشة حبيبتي جدا. تسلمي. تسلمي يا رانيا تسلمي حبيبتي. لي حبيبي، انا عايزة اتكلم بجد واقول شهادة في حقها بجد اتفضلي يا يا حبيبتي. منون. طبعا يعني انا مبسوطه بيكي جدا، مبسوطه ان انا شايفاكي قدامي دلوقتي. انت حبيبتي من اكتر الناس فعلا اللي المفروض تظهر وكل الناس تعرفها يا اكتر حبيبة قلبي، حقيقي، تسلمي. انت شغلك بيتكلم عنك. تسلمي يا حبيبة قلبي، شكرا ليك. تمام، شكرا يا رانيا. اتفضلي يا استاذه منى، كملي الروتين اليومي. تنام كويس تمام. 8 ساعات، تحط مرطبات لبشرتها، في تمام حاجات كده عندنا في المطبخ يعني كلنا نعرف نعملها او نقدر نعملها، زي زي معلقة عسل مثلا على شوية نشا، الحاجات دي تمام حلوة جدا. لما تسلقي مثلا معلقتين رز جامد وتحطي تمام عليهم نص معلقة زبادي، ده تمام روتين يومي فظيع للبشرة. تمام الناس اللي بتعاني من تجاعيد تقولك مثلا انا لسه عندي 30 سنة و32 سنة، بشرتي مرهلة، بشرتي فيها تجاعيد كتير. تمام تمام البيض بيشد البشرة جدا، حلو قوي. يعني عندنا احنا حاجات طبعا كتير معانا يعني. صور لشغلك بيتعرض معانا على الشاشة. تمام. ما شاء الله، يعني شغل حاجة روعة جدا. تمام، لو انت حابة تتكلمي عنه في اي حاجة اتفضلي. طبعا لو حابة تتكلمي عن لوك معين او كده اتفضلي. هما كلهم عسل. اكيد طبعا، علشان انت اللي شغاله ليهم طبعا. حبيبة طيب قلبي معانا تسلم. مداخله دكتوره حنان، اتفضلي يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام، وعليكم ازيك يا السلام، دكتور؟ منورين الشاشة. حبيبتي تسلمي. ازيك يا استاذة هبة؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي بخير والله. ايه الجمال ده؟ تسلمي لي يا قلبي، يا رب. انت انا مش الاجمل عارفة اقول لك ايه على منة دي، انسانة فعلا محترمة، حبيبتي، ميك اب ارتست جميلة، ما شاء الله عليها. تسلمي. خلوقة، كمان اسعارها مش اوفر زي اللي بنشوفهم، تمام وكمان شغلها بيتكلم عنها فعلا واضح، ما شاء الله عليها بصراحة. فانا وطبعا احنا معانا بهنيها. موديل النهاردة، هي اشتغلت لها ميك اب طبعا، وهنتكلم عنها ان شاء احنا الله شايفين، دلوقتي. احنا عايزينها توصل لمكان اعلى من كده كمان، لان هي بصراحة تستاهل، وهي انسانة خلوقة تسلمي ومحترمة تسلمي جدا. يا حبيبتي، ان شاء الله يا تسلمي. حبيبتي، ان شاء الله. لها التوفيق يا رب. يا رب، اللهم امين. شكرا يا دكتور. ماشي يا منى، بصي عايزين بقى تتكلمي معانا عن الموديل شوية. طبعا ما كانش فيه وقت متاح ان احنا نعمله جوه، فعايزاكي بقى توضحي للناس انت عملتي ايه. تمام. ازيك يا ايه، عامله ايه؟ الحمد لله. بصي، هو اول حاجه احنا رطبنا البشره بتاع تمام ايه، وبعد كده بقى حطيت لها برايمر، تمام حطيت او الانواع ولا عادي بقى؟ تمام ماشي، مفيش مشكلة. ماشي، حطيت لها برايمر فوريفر. تمام تمام، وحطيت لها فونديشن، انا بحب فونديشن ماك، التغطيه بتاعته حلوه جدا. تمام. ممكن لو اي حد متمكن ممكن يبقى عنده كذا نوع فونديشن ويعمل دمج مع الدرجات مع بالظبط. بعض، فانا بعمل كده. تمام، حلو قوي. هي بشرتها اصلا دهنيه، تمام، فبالتالي عايزه حاجه التغطيه بتاعتها حلوه والثبات تمام بتاعها حلو. تمام وبعد كده استعملت لها للحواجب جل ميلانو. تمام. طبعا الشادو بتاع العينين من هدى بيوتي. تمام. روج انستازيا. تمام. طبعا بحب هايلايتر اوفر، بحبه جدا، شغاله بيه. تمام. وبقى حتى ماسكارا وكحل ابيض زي ما انت تمام. شايفه كده، اللوك طلع يعني. لا ما شاء الله، حاجة جميلة جدا طبعا. بص، وانا كنت اتمنى ان اشتغل على الهوا يعني تمام. حاجة حاجة بكل تفاصيل، بس وقت الكونة بقى ووقت البرنامج. تمام، لا ان شاء الله يبقى لنا حلقة تانية تشتغلي فيها اكيد بقى ان شاء الله على اكيد الهوا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت دلوقتي قلتي لي نوع الفاونديشن الناسب بشرة آية، لان هي دهنية. تمام كده. طيب دلوقتي لو عندنا بشرة جافة او مختلطة، معلش هتقولي تاني الفاونديشن اللي مناسب معاها. طيب، هو لو معانا بشرة جافة تمام ممكن اللي هو سوبر كولر،
سوبر كولر ده يعني انا بحب احطه تمام للبشره الجافه عندي، لان تمام هو دهني شويه، الملمس بتاعه طري، تمام فبالتالي يعني مش هيبوظ معايا اللوك، او مش هيشقق معايا، او مش البشره تشرب. بالظبط. لكن بشره مختلطه، بشره جافه، ممكن نستعمل فونديشن كرولان، او ممكن نستعمل ميك اب اللي هو فوريفر 52 او الترا فوريفر. تمام. في طبعا تاني ماك، حلو، وسعره مش اوفر. لا الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي هاي اند، يعني سعرها حلو، يعني تمام سعرها تمام طيب في يعني معظم انواع البشره بتلاقي مثلا هالات سودا كده، او حبوب مثلا، او بقعه سمر حوالين الفم كده، فقوليلي طبيعي. تستعملي ايه للحاجات دي علشان يعني لما تيجي تحطي الفونديشن ما يبقاش الوش درجات، يبقى اللون موحد. قوليلي بتعملي ايه؟ بصي، هي في باليت كولسينر وكونتور وكوريكتر، طبعا تمام في درجات كده، اي ميك اب ارتست فاهمه ان هي بتداري بيها عيوب البشره. تمام يعني عندك في لون كده برتقاني بنداري بيه عيوب البشره، اذا تمام كان مثلا بقع في البشره، اذا كان مكان حبوب، الحاجات دي. وبعد تمام كده بقى بنشتغل عادي. تمام يعني ده اللون الاورنج هو اللي بيظبط اه البقع الداكنه او الحبوب او الحاجات دي، بيداريها بحيث ان الكوفر في الاخر يبقى اه تمام واللون موحد، صح تمام. كده؟ تمام بالنسبه برضو للهالات السوداء اللي تحت العين، تمام كلنا عارفين طبعا نستعمل مثلا كاترس او موبيلين تمام للهالات السوداء اللي تحت العين، تمام فبيخفي كل الحاجات دي. يعني طيب يا منى، قولي لي دلوقتي لو جات لك عروسه تمام وجايبه لك لوك معين معاها وبتقول لك هو ده هو ده اللي انا عايزاه، هتعملي ايه؟ بصي، وايه اللي بيريحك اكتر في الشغل، ان هي تختار اللوك اللي هي عايزاه، ولا تسيبك تشتغلي باللي انت شايفاه انسب لبشرتها او لملامحها بمعنى اصح؟ هو في بنات كتير بتيجي تقول لي انا عايزه اللوك كده، تمام لا يعني انا لو عارفه ان هو مش هيليق معاها لازم اقنعها ان هو ده ما يليقش معاكي. تمام هي مثلا ما اقتنعتش، طبعا دي العروسه دي بتبقى عايزه ايه، بتبقى عايزه هدوء، وبتبقى عايزه مثلا ايه تكلميها براحه، ما تضغطهاش لان هي اصلا بتبقى مضغوطه. بالظبط فانا اكيد ممكن برضو بعمل لها اللوك، اقول لها طب احنا هنعمل لوك خفيف شبيه تمام للوك اللي انت عايزاه، تمام بس لو مش طالع بالدرجة اللي احنا عايزينها ممكن نغير فيه شوية حاجات بسيطة بحيث تمام ان ايه يمشي معاكي اكتر. تمام ففي كتير يعني بتعجبه الفكرة ويقول لي تمام، وفي ناس كتير مثلا بتقول لي اعملي لي اللوك ده، ببقى شايفة ان هو مناسب معاها تمام فبعمله لها تمام طيب معانا عادي. مكالمة. شروق اتفضلي. الو، وطي صوت التلفزيون يا شروق لو سمحتي. ايوه استاذه هبه معايا. يا حبيبتي اتفضلي. انت منوره الشاشه كلها، واحب اقول لك ان انت منوره الشاشه وبحبك جدا، حبيبتي واستاذه منى منوره معاكي، تسلمي لي. والحلقه كلها مكسره الدنيا ان شاء الله، ويا يا رب رب دايما من اللهم نجاح امين يا رب. لنجاح. حبيبتي بتشجيعك ليا دايما ووقوفك جنبي. شكرا يا شروق. كملي يا استاذه منى اتفضلي. كنا بنقول ايه بقى شمسي؟ طيب طيب كلمينا شويه برضو عن الشغل بتاع الموديل كده، يعني كنا بنقول العروسه لما بتيجي. طيب خلينا في بصي، العرس. تمام افتكرت. هي الاساس في الموضوع النهارده. بصي، هو انا بفضل، بس ده بيحصل كتير جدا، البنت بتجيني مثلا او العروسه هتقولي بصي يا منى انا واثقه فيكي، انا واثقه حلو ان قوي انتي هتطلعيني ملكه. حلو فده يعني في حد ذاته بيديني ثقه اكتر، بالظبط. فاهماني؟ فببدا اعمل لها فعلا ابداع. اكيد بطلع كل ما عندي، او اكيد مثلا ممكن اجرب ده او ده، فاهماني؟ بالظبط. الوقت لازم، الوقت يبقى كافي جدا، لازم ما اضغطش نفسي، لان انا بالظبط باجي بعد سواي بيبقى مش معايا عروسه واحده، لا انا ببقى مرتبطه بواحده واثنين وثلاثه في نفس ايوه اليوم، ما شاء الله فلازم اظبط وقتهم تمام واظبط انا كمان وقتي بحيث ان كلهم يطلعوا يعني
ما حدش متوتر. حلوة جدا وكمان مختلفة عن بعض. تمام. لا ده اساسي ان انت يبقى تطلعي كل واحدة مختلفة عن التانية يعني. اكيد طبعا، بما انك بتحب المجال اكيد طبعا هيكونوا مختلفين واحلى من بعض. ربنا يخليك. طيب دلوقتي بقى انا عايزة اتكلم عن البيوتي سنتر بتاع الملكة منى. تمام. دلوقتي لو في عروسة دخلت لمنى، تمام، هتخرج منه يعني حاجزة كل حاجتها او كل حاجة خاصة باليوم ده، ولا هتضطر تروح مكان تاني تحجز حاجة تانية؟ لا بصي، هو بفضل ربنا يعني الحمد لله. المكان متكامل. تمام. المكان متكامل يعني في اتيليه، تمام، مثلا بيوتي سنتر، ميك اب، حمام مغربي، تمام، كل حاجة متكاملة بإذن بقى، الله. وكل حاجة خاصة بالعروسة عامة في اليوم ده. كل حاجة خاصة بالعروسة موجودة. تمام. طيب يا منى قولي لي، لو في حد دلوقتي عايز يتعلم الميك اب، تمام، او حابب ان هو يتعلمه ويشتغل معاكي، منى عندها القدره حاليا ان هي تعمل ده ولا لسه شويه على الخطوه دي؟ لا بصي، هم اصلا من كتر اللي بيطلبوا مني شجعوني ان انا اعمل الخطوه دي. تمام، حلو يعني قوي. كتير بيجي يقول لي احنا عايزين ناخد كورس، عايزين عايزين، وفي نفس الوقت يعني الكورسات بره غاليه جدا. انا باذن طيب الله هعمله. معلش هقطعك، معلش مكالمتك ما شاء الله كتير. معانا اتصال. استاذه منى، استاذه منى مصطفى، اتفضلي. الو. الو، اتفضلي يا حبيبتي، معاكي. منون، منوره الدنيا والله. تسلمي يا منوش حبيبي. تسلمي يا حبيبتي، ايدك ويسلم شغلك جدا يعني. تسلمي يا حبيبه قلبي، وشكرا لسؤالك. انا بحب جدا اجي المكان عندك، برتاح كده نفسيا قوي، وفعلا كل مره بتقولي لي ان شغلك احسن من الاول، وخصوصا بان تنظيف كل مره بتجيبي اجهزه اكتر، وفعلا شغلك حلو قوي. وكمان انا كان عندي عقده دايما في الحواجب وكده، انت الوحيده اللي دايما بترسمالي حلو قوي ما شاء الله. يعني بصي، ما فيش شهادة أعلى من كده. تمام. يعني هي صريحة بس بزيادة شويتين ثلاثة. شكرا يا منى يا حبيبتي على اتصالك. كملي يا منى موضوع الكورس. فبإذن الله هدي كورس إن شاء الله، وبتمن حلو جدا يعني، يبقى في متناول الجميع بإذن الله. تمام. طيب آية بقى، قولي لي رأيك بقى في شغل منى معاكي. أكيد طبعا دي مش أول مرة، بسرعة كده علشان الوقت. هي فعلا مش أول مرة، دي ثالث مرة. تمام، حلوة قوي. وأهم حاجة طبعا الموديل لازم تكون مرتاحة ومبسوطة مع الميك اب الارتست اللي تحتها. أكيد. هي بتشجعها برضو، وهما الاتنين بيشجعوا بعض، ففي الأفضل يعني النتيجة بتكون أحسن بكتير. أكيد طبعا، أكيد. وكمان بصراحة أنا مش هتكلم كتير، عشان مهما اتكلمت مش هوصف بصراحة يعني ذوقها واحترامها وشغلها. هي بصراحة يعني تسلم إيدي كمان على الميك اب بجد والله، وبحب الشغل معاها جدا. ماشي يا قلبي، تسلمي على الشهاده طبعا الجميله دي. اعتقد ان ما شاء الله يعني منى حبيبتي انت نورتيني جدا النهارده. تسلمي. واتمنى يا رب ان شاء الله نشوفك حلقه تانية ان شاء الله، نعمل حلقه بقى كده ميك اب مع بعض على الهوا. تمام، ان شاء الله عشان كل البنات الحلوين يتعلموا منك. بس وان شاء الله لنا الحلقه شويه. حاضر، عينيا الاثنين طبعا. ان شاء الله يا حبيبتي نتقابل تاني، وتكون حلقه احلى واحلى كمان باذن الله. بيكون وقتها ربنا يعني كرمك كده، وبقيتي تدي كورس، وهتاخد عندك اول واحده. تمام، ان شاء الله. ان شاء الله خير يا حبيبه قلبي، نورتيني النهارده يا حبيبتي. تحبي تضيفي اي حاجه؟ لا يا حبيبه قلبي. تمام، خلصت حلقتنا النهارده. استنونا الحلقه الجايه يوم السبت ان شاء الله الساعه 1:30 في بدايه جديده وضيف جديد.